الشغلات المهمة اللي هو what's a one-sided, what's a two-sided b-value, okay. وإذا أعطيتكم one-sided طلعوا لي two-sided, وإذا أعطيتكم two-sided تعطوني one-sided, okay. نروح نراجع في النوتات ونعرف شنو هو الفرق بينهم, how can we get this. انزين نعرف سالفة 95% confidence interval, if it includes the null value, does not include the null value, فيها zero, إذا كانت difference, null value, إذا كانت حق something for one sample comparison. عندنا واحدة من الشغلات اللي راح يجيب سؤال من الامتحان وايد, انزين شنو أعطيكم سيناريو, and what is the proper statistical test, okay. ممكن يكون أنوفا, ممكن يكون مان ويتني, كريسكو والاس, كل هالأشياء خذيناها فراح تكون في المالتيبل تشويس. طبعا نعرف انه في الريليشن شيب بين التست ستاتستيك والبي فاليو حق البارامتريك تيست, اوكي. فالبارامتريك تيست عندنا هو تي تيست وون سامبل تي تيست, كل ما كان التست ستاتستيك كبير شو يصير بالفي فاليو؟ تصير سيجنفكت ولا مو سيجنفكت؟ شنو كان السؤال؟ كل ما كان التست ستاتستيك فاليو كبيره البي فاليو تصير سيجنفكت, لا شنو الريليشن شيب بين بي فاليو والتست ستاتستيك؟ It's a reverse relationship. مو significant. كل ما كبر التست statistic كل ما صغرت ال b-value. في علاقة عكسية between التست statistic وال b-value. Okay. طبعاً راح يجيكم scatter plots. راح أقول لكم which one has a linear relationship, which one does not. Okay. وهم أقول لكم if you identify it, which one has the largest Pearson correlation, which one has the smallest Pearson correlation. So you could solve it this way. And then, طبعا قلنا عرفنا من الأسئلة السهلة المفروض تكون you know how what's the proper statistical notation حق النول alternative وحق البيج فايف. Okay, so هذا أنتم المفروض تكونوا ملخصينها. Okay, أساس إنه راح يجي عليها أسئلة وايد. Okay. طبعا واحدة من الشغلات لازم تعرفون الليكتشر مالت الاكسبيرمنتال ديزاين هذا راح يمنع كم سؤال. Okay. So ركزوا عليها. واهم شيء فيها لازم you have to differentiate randomized block design, you know, شو اسمه repeated measures, الامور هذه كلها اللي تكلمنا عنها. وايد يعني راح هي أن سؤال أسئلة مهمة اللي هو شو اسمه الريجريشن, شنو الانتربريتيشن اوف ذا سلوب, شنو الانتربريتيشن اوف ار سكوير. اوكي هذا راح هي لنا وايد. انتربريتيشن اوف ار سكوير نفس اللي توه. يس نفس الشيء. يس اوكي, سو وي نيد تو اندرستاند واتس ذا انتربريتيشن اوف ذا سلوب and what's the interpretation of r squared. So with ANOVA, we know how we calculate denominator, degrees of freedom, and nominator degrees of freedom. Okay, how do we call it عارفينها? شفنا توا multiple comparison هم راح تجي فيه بالامتحان. الجراف نفسه اللي توا شفناه. Okay, راح هي نفسه بالامتحان هم راح هي أن أسئلة نظرية يعني قصدي بالثيوري بارت. Now you have to differentiate بال regression. What's the difference between prediction interval and confidence interval? شنو difference in terms of regression? Okay, it's very important. You know this. بعدين عندنا
type 1 error, type 2 error. Okay. هذا الأمور كلها. That's basically theme مال الامتحان. وتشوفون يعني أنا هذه قاعد أشياء قاعد already وأنا قاعد أشرح أقول لكم سؤال رح يجيب الامتحان. هذه هي بالنهاية هي سجل الأسئلة اللي قلت لكم إياها وقت المحاضرة راح تجيب الامتحان. طبعا في بوكس بلوت في كذا بس راح يكون تركيزنا على هذه الأمور في الامتحان. ف make sure if you wanna try you tell yourself إنزين إنكم تشوفون مثلا regressing variables together. إنزين أو you can do a scatter plot between two continuous variables. أوكي أنا ما راح أعطيكم أنا I will راح أسويه قدامكم بسرعة تقدرون تتصورون الفيديو and then you try you figure it out شلون. أوكي because it's because إذا لقنتكم إياه spoon feeding you will not be able to do it. أوكي so it's a skill and you need to practice how to. وقلت لكم أنتم وين مشاكل اللي يتعانون فيها من هالناحية. Set working directory will exactly when names matter variables. Okay, you still have issues with figuring out that. Otherwise, امتحان ترى وايد سهل. Okay, so if you just make sure in HTTP in any file. Okay, أنا معطيكم مجموعة داتا سيتس وايد. Okay, you can look at it and you can try to play with it. شوفي هل قاعد يشتغل معك ولا لا. فعني that's one of the parts. Now, because عندنا وقت خلى راح يكون عندنا السمري مالت الكورس كله. اوكي السمري مالت الكورس كله شنو السالفه؟ اوكي ليش؟ تبغى لنا تبي لا لا ما راح احط شيء راح اشرح بالهذا. سو خل نفكر الحين في شو اسمه الجدول او ممكن نسوي ملخص حق اللي كلش دروم عليه. بدينا في الهايبوثيسيس تيستينج اوكي بعدين دشينا في الكاي سكوير تيست بعدين تكلمنا عن الريجريشن بعدين تكلمنا عن الانالي. اوكي سو عندنا الاستاتستيكال تيستس. اول شيء احط عندي عشان يعني you try to do it yourself. راح أعطيكم بس ال guideline حق ال way of thinking and then وعلى فكرة ترى حتى في الإنترنت في وايد جداول تلخص ال statistical tests بس شوية يعني فيها أشياء إحنا ما خليناها. So basically, أول شيء نفكر فيه عندي أنا 1 2 bars وعندي qualitative أو categorical. Qualitative variables. Okay. So عندي quantitative وعندي qualitative أو categorical. أنا بختصر عشان الإحساس إن هذا. Okay. So basically أحط أطالع الاثنين. هني ال quantitative variables. Okay. اللي هما continuous, discrete. هني ال categorical, ordinal. You know. Nominal. الأمور هذه كلها. إنزين شنو أنا أقدر أسوي إذا عندي categorical variables. Okay. أنا أقدر أسوي مثلاً. Chi square, exactly. Okay, so I need to assess the relationship for chi square. شنو تحت الكاي سكوير؟ شنو المهم احنا تكلمنا عنه؟ اللي هو شنو الهايبوثيسيس؟ ايه. So شنو الاتش زيرو؟ والاتش اي. Okay. انزين عندنا بالكاي سكوير تست تكلمنا عن الاودس ريشيو. شنو الانتربريتيشن اوف ذا اودس ريشيو؟ اذا طلعت البي فاليو. Significant interpretation of error. So احنا we start simpler. Okay. So هذا عندنا الكاي سكوير. هنا عندنا شنو؟ عندنا أول شيء البيج فايف. Okay. وباي ذا واي في ريليشن هنا مو بس الكاي سكوير. عندنا بعد proportion.
Okay, so عندنا اللي هي ال B وعندنا ال B1 minus B2. طبعا هنا في شيء غلط. الاستاتستيكال نوتيشن بدون الهات. ايه لازم بس. اوكي سو هني نفس الشيء اشوف شنو ال H0 وال H A ونفس الشيء هني ال H0 وال H A. اوكي وبعدين اشوف هني عندنا اللي هو equal or sorry هني عندنا does not equal ولما يكون عندنا signs كذي. So عندنا one sided two-sided. Okay. طبعا هذا overall كله مع ال hypothesis testing. Okay. Yes. فبس احنا we need to the statistical notation مال ال population proportion. We need to know what's one-sided, what's the two-sided اللي سوينا. Okay. هذا إذا كان في إشارة دائما في one-sided. إذا كانت ما, we don't care about the difference. It's one-sided. لأن هاد difference. هني راح يكون عندنا comparing it to P0 which is the null proportion. Okay, whether the proportion is equal to 25% ولا لس. فعندنا هني مجموعة شنو الكاتيجوريكال variables. Okay, هني عندنا باجي الكونتينوس variable one population mean وعندنا new d وعندنا new one minus new two. وكل هذول نبي نشوف شنو ال H0 مالتهم شنو ال H مالتهم. اوكي ونفس الشيء one sided انزين equal. اوكي سو وي نيد تو ديفرنشيت حسب السؤال. اوكي سو شوفين الشارت يبتدي قاعد يبتدي شويه يصير اكبر يعني every time كذا. فطبعا تقدروا تسوونه على جدول. اوكي وتشوفون شنو البروبرتيز وهذا. نفس الشيء هنا عندنا لا ننسى ان عندنا مثلا بالنسبه حق هذا عندنا نيو زيرو اللي هو النل. هني النل فاليو راح تكون سبيسيفيك فاليو 75 كذي. هني لا هني دائما هذه وهذه دائما النل زيرو از ايكوال تو زيرو. اوكي لا ننسى بعد ان لا ننسى بعد شنو علاقه البي فاليو بال 95% كونفدنس انترفال. إذا كانت موجودة يعني إحنا نتوقع إذا كانت البي فاليو سيغنيفيكانت معناته 95% كونفيدنس شود نوت انكلود النل فاليو. اوكي سو تشيلي ذس تشيلي ذس از ذس از بارت اوف ذا كورس. سو هذا هذه الخلاصة قاعد أعطيكم إياها الحين. الحين أنا هني عرفت. ناو لاحظوا في شغلة مهمة الوان سامبل تي تيست هني. اوكي وعندنا تيست فور بوبليشن بروبورشن كذا وهنا عندنا اللي هو البير سامبل تو البير تو سامبل تي تيست وهني اتس تو سامبل تي تيست. اوكي ناو لاحظوا شغله مهمه في التو سامبل تي تيست انا ام كومبيرينج ا ريليشن شيب بتوين ا كاتيجوريكال اند ا كونتينوس فاريبل. سو انا ام كومبيرينج سو بيسيكلي في علاقه هني. اوكي في علاقه ما بين هني وهني. ليش؟ لان انا الحين عندي تو سامبل. اي وانت تو كومبير المين ويت اوف ميلز اند ماينس المين ويت اوف فيميلز. صح ولا لا؟ فبالتالي انا عندي تو فاريبلز هني صح. فعندي ميلز اند فيميلز وعندي ذير ويت. صح ولا لا؟ فهذا ان شاء الله مهمه لازم تلفت نظركم ان اتس نوت جاست كونتينوس. نو في عامل هني كاتيجوريكال. اوكي سو هني عندنا باختصار هني بعد عندنا هني الكوانتيتيف فاريبلز اللي هو الريجريشن سمبل لينير ريجريشن سمبل لينير ريجريشن. اول شيء نقول عندنا طبعا اول شيء بيرسون كورليشن. اوكي بيرسون كورليشن اللي هو احنا هني قاعد نفكر الريليشن شيب بتوين تو كونتينوس فاريبلز. ما في هني ما في كاتيجوريكال. هني الجراي زون اوف بتوين ذيس اند ذيس. في اشياء كومبليتلي ما لها شغل في اشياء لها شغل ببعضها. اوكي ذيس از وات يو نيد تو فيجر اوت. تشوفون ان السمبل لينير ريجريشن از كومبليتلي اواي. اتس دايركتلي ا ريليشن شيب بتوين تو كونتينوس فاريبلز اللي خذيناها احنا سو فار يعني. فهني عندنا السمبل لينير ريجريشن اول شيء لازم نعرف شنو البيتا 1 وشنو البيتا 0. اوكي شنو معناته؟ عندنا بعدين ار سكوير شنو معناتها؟ اوكي عندنا اوكي نفس الشيء الار سكوير وعندنا هني
significance مات regression coefficient ال b value. اوكي ونبي نعرف شنو معنى البي البيتا سوري ال الانتربريتيشن مالت البيتا for each unit increase in x there is an increase in y اللي هو هذا خلينا هذا مهم اوكي انتربريتيشن انتربريتيشن مال الار سكوير شنو معنى امس تكلمنا عنه هذا سؤال بالامتحان اوكي يا اوكي فعندنا هذه ان شاء الله مهمه اوكي بعدين عندنا بعد ما خلينا تشوفون هنا حتى اللي عندنا ما نط هي طبعا نقدر نحط تحت شنو بعد الانوفا لان احنا قلنا الانوفا is an extension of the two sample t test اوكي فهني عندنا ها ناو بعدين حط خط كذي نون بارامتريك اوكي او اقدر احطهم يم بعض ما ادري انتوا انتوا خيالكم يعني this is a way of you know thinking and I don't want انا ليش ما ابي اعطيكم شيء من عندي لان كل انسان يحاول يفهم على طريقته اوكي فبعدين احط هذا انا ممكن شو تسوون انت ممكن انتوا تحطون جدول خاص تحطون انه هني مثلا انا احط الوان سامبل تي تست احط هني مسان when it's not when مثلا when it's normal استخدم هذول فانا اقسمه اقول مثلا هني نورمال هني نون نورمال اوكي اكزاكتلي تقدر تسوينهم كذي وتحطين هم الستاتستيكال نوتيشنز مالتهم ال 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 طبعا ال 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 الكروسكول سوري الساين تيست والكوكسن وهذول هم ترى فيهم وان سايدد تو سايدد يعني عندي مثلا ميديان it does not equal some median or it can be ان في ميديان اكبر من ميديان اوكي فايتس ذا سيم ثينج it's just ان because the data is not normal I cannot use the mean I can only use the median okay so that's basically summary of the way of thinking كذلك لا ننسى ان ال انه ال non parametric tests ال non parametric test شو اسمه ال ما في confidence interval دائما بس الميديان وتشوفون في شفنا بيبرز مرات they report the inter quartile range والامور انا ما راح اجيبه اوكي one important part is راح نجيبها السكاتر بلوتس سكاتر بلوتس راح تجيكم بالثيوري وبالار اوكي how to make scatter plots او هذا وشون how to fit الان الامور هذه كلها راح تجي والشيء المهم عندي انه you try to assess scatter plot how does it look like هل يعطيك impression انه في curvy linear اذا curvy linear معناته ماكو linearity يعني مثلا لما نيجي سؤال بالامتحان وتشوفين شيء في نكهة الكيرفي لينير خلاص بس it's, there is no linearity at all لا positive لا negative لا neutral لا بطيخ بس مرات في شغلات تبين ان you can't fit a line اوكي فبالتالي تقول no this is a linear بس عادي تتحددين اذا كانت negative positive اوكي فهذه ان شاء الله مهمة فكل هذه الامور سوري اذا لخصتوها راح تكون دراسة الامتحان حق الامتحان وايد سهلة. الامتحان كان المفروض يكون 30 سؤال بس صار 40. هذا طلب جوزيف. So way I have to fulfill it. So unfortunately it's gonna be 40 questions. And please you need to read the scenarios carefully. Okay. في أسئلة straight forward. في أسئلة الـ R يعني هذا المفروض ما حد يغلط فيها. ار ار توت بعد حاطهم انا في الـ شو اسمه في الامتحان نفسه فيعني I'm gonna ask you about it so this is where you start focusing on it okay وagain يعني you can if you, and then from now until next week if someone made like a schedule or something and he want to show it to me I can you know give you a feedback on it okay so that's one of the part اللي we will need you to focus حل ما يمدي فإن شاء الله next week I'm gonna do the practicum session هم راح أعطيكم more tips و sample يعني questions مهمة حق الفاينل okay comparison
اوكي ال ال شو اسمه عندنا هني لاين زيرو وفي هني كونفرنس انترفل اوكي سو هني وي نيد تو نو نفس اللي سويناه المالتيبل كومباريسن هذا راح يسؤال بالامتحان وراح يسؤال بالثيري وبالعملي بعد اوكي فجزء الانو فيعني في, في في البراكتيكا سوري البراكتيكم وايد راح اركز على السكاتر بلوت على البوكس بلوت على اللينير ريجريشن وعلى الانوفا اوكي وايد راح اركز عليهم اوكي والمالتيبل كومباريسنز اللي هي الكونفيدنس انترفال تذكرون في الار عندنا كان كونفيدنس انترفال وبي فاليو اي يعني اي وحده كل اللي هذول اي تاج زيرو هذول الكومباريسن مو سيجنيفيكانت اللي ما يلي دونت تاج زيرو البي فاليو دائما تكون مالتهم سيجنيفيكانت نفس الكونسبت قاعد على فكرة أنا ليش قاعد أقول لكم سووا هالدوامة يعني شوف قاعد ترى ندور بدوامة ما في شيء يعني هذا it's very simple if you manage to grasp the basics مات الدوامة هذه خلاص you are done from the, you are done from basic statistics okay well, by the way it's like يعني it's very fun if you manage to make a summary وهم في nice summaries بالإنترنت statistics with type شنو variables دائما انا اطبعها واعلقها قدامي ليه انت خرجت اوكي بيكوز اتس اولويز غانا كم اب وبتذكر ها شلون اسوي هذا او شنو احسن شيء يعني هالفاريبل شنو بسوي فدائما انا اي دو ذس بيكوز ذس از الفاونديشن مالكم شوف يس والله شوف يا هني مايس انفورشنتلي ما يصير زين بس بس كان بس كنا احنا ايام احنا كنا ايام الدكتوراه يخلونا لسبب واحد لان كنا لازم لازم يعطونا مسائل معادلات اذا سويت كذي معناته راح اعطيكم معادلات وحل مسائل وي لا 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 وبعدين ما there is no justification for it you know it's very simple very easy okay وهم يعطيني هذا انه دائما اكبر غلطه كنت اول ما رحت امريكا كانوا يقولون اوبن بوك اكزام اسوء شيء صدقوني اسوء شيء الاوبن بوك اكزام لان تضيع وقتك تدور الاجابه وانت مو دارس عدل خلاص كنت زفت فلما قالوا يقولوا لي اوبن بوك ما ابي خلي كلوز بوك وادش بدون كتاب سويت زين والله اول سمستر زفت قصوا علي اوبن بوك اوبن بوك عبالي بلقى الإجابات لا ولا إجابات ولا بطيخ. هو لازم تكون دارس وأنا أعرف عن إجابة. إيه بس it confuses you. بعد تكتب إيه في اللوكن بوك زين. فلا بس بعدين ال لما as you advance ال electives راح تأخذونها فيها وايد أشياء. projects يعني في كورس إحنا عرضه ما راح يكون فيه final project. شفتهم بسنة الرابعة. yes ف فراح يكون فيه final project. فراتكم في امور كذا انا اذا درست كورس ال 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 راح ادرس كورس اللي هو شو اسمه جي اي اس ديزيز مابك طبعا راح يكون من ضمن تخصصات سنه ثالثه او رابعه الكتف على الرابع اي ما ادري بس الكتف ثالث ورابع الكتف ثالث ورابع يا في الكتف ام غانا اوفر ات شو اسمه راح يكون هاو تو سمرايز الديزيز فريكوانسيز بمابس How can you make prediction maps? هذا ما راح أسويكم في exam theory. راح يكون الشغل كله مثلاً على أو راح يكون في امتحان lab. أعطيكم instructions. I want to see if you can construct your own map. وبعدين تعطوني final project. أعطيكم sample data. What you can do with it? If it's gonna be an assignment. بعدين تزول يا بالإيميل. أنت تعرف من هي قاعد تجهزنا على script. Yes. على R. There are two softwares. In R you can do mapping. وفي سوفت وير ثاني هم لازم عليكم يسمونه ArcGIS بس طبعا هذا to me I prefer you to learn it because بس هذا مشكلته اللايسنس واحد ب $10,000 ها اوكي هذا ما يكون متوفر فمن شي انا بعلمكم على اثنين لان ذاك is more powerful يتحمل اكثر ويشيل ويسوي وميك سنس الار شويه المابينج if you want to go a bit advanced it becomes advanced سو انا الار في المابينج اعطيه حدود معينه بعدين خلاص اوقف انزين لا هاوفر الار از مور باورفل في اذر ريليتد الجوريثم ليش انا ام غانا بي تيتشينج يو بيكوز اوف ذس ب
بشوف لما ندش السبيشال ابديميولوجي في سوفت ويرات فن. يعني انا بعلمكم على كذا سوفت وير. باي ذا واي يو كانت دو شغلات مرات على بس سوفت وير واحد، في اشياء ثانيه وايد راح تكون فن. يعني هاو تو ديل وذ مع الداتا، وهاو وي ايدنتيفاي سبيس تايم كلاسترز اوف ديزيز، هاو كان وي بريدكت السبيشال اكستنشن اوف ذا ديزيز، زين وين عارف وين اتجاهها راح ينتشر باي صوب. كل هالامور يعني راح تكون معروضه بهالكورس يعني الالكتف. وهم I'm studying to do an elective about analytical epidemiology. شنو النقطة؟ النقطة إنه نرجع حق ال statistical test ونسوي more. يعني راح يكون مثلاً more advanced. شلون راح يكون more advanced؟ الحين إحنا درسنا simple linear regression. الregression في أنواع، في شغلة يسمونها بواسان، في يسمونها multinomial، في عندنا ordinal، في عندنا أمور وايد، وهاي تعتمد حسب الداتا كلها. في عندنا Cox Proportional Hazards، عندنا شغلة يسمونها Hazard Ratio، Odds Ratio، هذه الأمور كلها. فهذا الكورس الثاني اللي الحين ما وافقوا عليه، وافقوا على Disease Mapping. هذا الكورس الثاني يعطيك سيناريوهات داتا وشنو Advanced Statistical Methods to deal with it. أوكي؟ لأن هذا Simple Statistics حق Simple Statistics تسوونها ك بداية. بس if you want to do like something more serious you need to do, you need to get more analytical skills. So هذا one of the electives اللي احنا studying ان نعرضهم in the next year. Okay. طبعا هذا كل الناس اللي ياخذون راح يكون لاين تخصصنا اللي هو epidemiology and biostatistics. Yes. راح يكون عندنا وايد كورسات صوب هذا. في عندنا disease surveillance، عندنا food safety courses، في كذا كورس راح يكون هيكم حق how to be a researcher. ال occupational health more about the health of the environment and workplace. انزين different toxins الامور هذه كلها. طبعا هذه قلت لكم انا هاللاينين more better انكم تركزون عليها.